السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبالف صحه وسلام. ده لايف سريع كده بسرعه قبل تمرين نادي الزمالك. زي ما انتم شايفين في ملعب السلام التمرينه الاخيره، كنا في المؤتمر الصحفي. انا بتكلم بسرعه قوي لان لازم نبدا التمرينه كمان شويه، فلازم احضر التمرينه طبعا ونجيب منها كواليس زي ما جبنا من المؤتمر. المؤتمر حضرت المؤتمرين، مؤتمر كابتن تامر مصطفى ومؤتمر جوزي جوميز. المؤتمر بتاع جوزي تامر مصطفى اكد على ان المباراه طبعا صعبه، وكل الفرق اللي موجوده ترتيبها في الدوري في الكونفدراليه ترتيبها في الدوري مش زي ترتيبها في بطوله الكونفدراليه، ترتيب مختلف شويه يعني بيبقى لها ابعاد يعني مختلفه. وقال وده مثل كابتن تامر مصطفى ان نادي المقاولين، الله اكبر، نادي المقاولين اخذ بطوله الافريقيه سنه 94 وكان بينافس على الهبوط، وبعد المباراه بعد ما فازوا بالمباراه راحوا اتغلبوا من اسوان 1-0 بعد ما فازوا بالمباراه النهائيه، وهو بيدلل على ذلك يعني ان البطوله الافريقيه مختلفه اختلاف كامل عن بطوله الدوري العام. وده كان كلام كابتن تامر مصطفى، وقال كلمه برضو مهمه جدا لشفاء احمد رفعت هيفيد معاهم معنويا، وقال بقى الكلمه الاهم ان لو هي بالتاريخ فلو الزمالك غلب فيوتشر اكتر من مره 3-4 مرات فانا هزمت الزمالك مرتين. الله اكبر، فانا هزمت الزمالك مرتين. فلو هي ماشيه بكده ما بتمشيش كده، زي ما بتحسبش كده صاحبي ما بتمشيش كده. الله اكبر، اللي انا لو هي بالتاريخ بس كان زمان انا بكره النتيجه بكره محسومه لي. انا مش هرد على حاجه يا ناصر، معلش انا بقول المؤتمر ده سريعا، ما ينفعش ارد على حاجه لان تمرين الزمالك زي ما انت شايف اهو تمرين الزمالك هيبدا حالا، فما ينفعش ارد على حد. انا بقى جاي اتكلم بسرعه في كلمتين وبعد كده هنرد بالليل، بقى نعمل بالليل في اليوتيوب مع بعض. الله اكبر. بس هو قفل المؤتمر على كده كابتن تامر مصطفى، قال ان انا مذاكر فرقه الزمالك بشكل كبير جدا، وهيعرف يقفل ازاي على نادي الزمالك بشكل قوي ويقدر يلعب على المرتدات. ده اللي اتكلم عليه كابتن تامر مصطفى، قال ان الزمالك عنده خبرات اكتر مننا في الخروج من فكره اللي الدوري الترتيب، حتى هو برضو قال لو كان ترتيبنا في الدوري قليل فترتيب الزمالك كمان في الدوري قليل، الزمالك عنده خبرات افريقيه اللي هو يقدر يفصل، احنا حاولنا نوصل للاعبتنا الخبرات الافريقيه في الفتره دي. بالنسبه بقى لمؤتمر جوزيه، وكان سؤال واضح من العبد لله في المؤتمر هينزل لكم كمان شويه، ايه هيبقى هينزل لكم كمان حالا كمان شويه، السؤال فيديو متصور، سالته سؤال مباشر، نادي الزمالك وادارته عرضت عليك ان انت تعمل مؤتمر صحفي، عرضت عليك ان انت تعمل معسكر، مش هشوف بقى الكومنتات عشان ما نبقى مع بعض، عرضت عليك ان انت تعمل معسكر للاعبين، ليه حضرتك ما وافقتش؟ رغم ان انت يعتبر ما شفتش اللعيبه وما كنتش تعرفها بشكل كبير، فكان لازم تاخد الوقت ده. الرد اللي انا كنت متوقعه، الصوت لا ما فيش الصوت كده عالي اهو، رد اللي انا كنت قايله لكم من زمان، اللي معايا يوتيوب بقى عايش في الحوار ده، اللي هو الله اكبر قال ان اللعيبه ما اقدرش شهر رمضان، لا انا مش مسلم، هو قال على نفسه كده انا اللي مش مسلم، وشهر رمضان له قدسيه خاصه عند المسلمين وعند المصريين، ما ينفعش اخد اللعيبه من زوجاتها في شهر رمضان واقول لهم تعالوا نعمل معسكر طويل ويفضلوا في الفندق 24 ساعه ويبعدوا عن اسرهم في رمضان. وده اللي انا كنت متوقعه، فاكرين لما اتوقع قلت لكم انا عندي توقع مش معلومه، ان غياب او عدم عمل معسكر او عدم بدء معسكر صحفي معسكر للفريق قبل رمضان هيكون بسبب اللعيبه لو انتم فاكرين. واتكلم طبعا عن اهميه المباراه وازاي اللي هو مركز بشكل كبير جدا، والمستبعدين هو مستبعدهم لان اللعيبه كلها، هو بيقول ان انا محظوظ في الفتره دي. الله اكبر، انا محظوظ الفتره دي لان كل اللعيبه كانوا جامدين جدا، فما عرفتش اطلع مين باستثناء الثلاثه طبعا اللي هم طالعين عشان مش موجودين في القائمه الافريقيه، عبد الله وناصر وسيف جعفر. كل اللعيبه كانوا جامدين جدا وانا جاي اطلع من القائمه ناس ما عرفتش اطلع مين. وبكره هتشوفوا فريق مختلف، وبكره هتشوفوا المعسكر ما فرقش معانا ولا حاجه، احنا مركزين بشكل كبير جدا، هتشوفوا ده في ارضيه الملعب، احنا مركزين بشكل قوي جدا لانها، قال كده بالنص، لانها بطوله مهمه في تاريخ النادي، مش قادر اخد نفسي ولا قادر اعمل اي حاجه لان خلاص زي ما انتم شايفين التمرين بدا واحنا لينا وقت معين بس صغير بس بنقدر ناخد فيه التمرين، فهرجع هناخد الكواليس وهناخد التمارين وهجيب لكم كل الكواليس، وهتلاقوا كل حاجه هتنزل لكم حالا يا اما يوتيوب يا اما على الشانل دي على البيج دي، البيج دي مكمله معانا على طول شويه الفتره دي، فهنكمل بس هناخد التمرين نرجع لكم تاني نتكلم بقى في كل كواليس اليوم. سلام ونتقابل على خير دايما.